حيت نتوما كتعطوني واحد الدعم قوي بزاف ديال الناس اللي يمكن يكونوا كيعيشوا حالات بحال اللي كنعيشها انا واللي هي العمليه ديال الاستئصال. صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بزاف ديال الناس قالوا لي ارتاح راسك ونقص من لي ريزو سوسيو زعما وارتاح وهذا، ولكن انا بغيت نشارك معكم هذه التجربه هذه ديالي وهذا الشيء اللي كنعيشوا، حيت نتوما كتعطوني واحد الدعم قوي، وحيت بغيت نكون ان اكزومبل اوسي باش بزاف ديال الناس اللي يمكن يكونوا كيعيشوا حالات بحال اللي كنعيشها انا، حالات صعيبه، ونقول لهم بان كل شيء كيدوز وخصنا نحافظوا على الطاقه الايجابيه ونحافظوا على لا لوت كونتر لا مالادي، لان احنا في يد الله وكل شيء غادي يدوز بخير على خير ان شاء الله. الحمد لله الخطوه الاولى دازت في امان لله واللي هي العمليه ديال الاستئصال، وهذا الشيء الحمد لله كيدعو للتفاؤل، والتفاؤل هو اول خطوه للشفاء الكامل ان شاء الله، لان الطمانينه هي نصف الدواء. الحمد لله انا متسلح بالطاقه الايجابيه ومتسلح بالدعم ديالكم والدعوات ديالكم اللي لاحظتيكم عليا، شكرا بزاف. ما كنقدرش نجاوب على لي ميساج كاملين، ولكن كنقرا كل شيء وما تصوروش شحال هادشي كيفرحني وكيعطيني طاقه ايجابيه. حب الناس هو اجمل جرعه يقدر يتلقاها الواحد في حاله المرض، وايماني بالله سبحانه وتعالى قوي، وان شاء الله كل شيء غدوز بخير وعلى خير، ويكون عندنا ان شاء الله اخبار مزيانه. نهاركم مبروك وكنبغيكم. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.